يتفاهم، أهلا بكم. البداية بشأن الصحي، وقعت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن من بالحاج موسى ووزير الصحة علي مرابط خلال جلسة عمل مشتركة اليوم بالمركز المرجعي لتنمية الطفولة المبكرة بالعمران، منشورا مشتركا حول صياغة قبول الأطفال ذوي طائفة التوحد بمؤسسات الطفولة المبكرة. ويضبط هذا المنشور المشترك صياغ قبول مطالب دمج الأطفال من ذوي طائفة التوحد بإحدى مؤسسات الطفولة المبكرة دامجة، والتي يتم دراستها من طرف اللجنة الجهوية لبرنامج نهوض بالطفولة المبكرة. وزير الصحة علي المرابط يتحدث بأكثر تفاصيل. إطار يدخل في برنامج استراتيجية وزارة الصحة، واللي الحمد لله وفقنا باش كتبنا الاستراتيجية، وانتم كنتوا حاضرين معنا في أول شهر مارس 2020، تونس الصحة 2030-2050، اللي من أهم المحاور بتاعها هو الصحة النفسية ككل، لكن كذلك صحة الأطفال والأخذ بالذمة للأطفال اللي عندهم مرض التوحد. لكن اليوم احنا كما أشارت السيدة وزيرة المرأة والطفولة وكبار السن المشكورة، اللي باش ناخذ بالذمة طيف التوحد، هذا في مجال تكريس ثقافة الوقاية في تونس. الصحة حق، الصحة معناتها هو كل ما هو علاجي، لكن كل ما هو وقائي، وهوني معناتها باش يتم معناتها الأخذ بالذمة، وخصوصا تقصي طيف التوحد في بصفة مبكرة، وباش يتم إدماجهم في الحركة متاع رياض الأطفال وهذا المجالات. من جهة أخرى، تلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن خلال الفترة المتراوحة بين شهر جانفي وشهر أكتوبر المنقضي أكثر من 5000 اتصال على الرقم الأخضر 1899، تتضمن أكثر من 700 إشعار حول أحد أشكال العنف ضد المرأة، وتمت الإحاطة النفسية ب 60 متصلة منهن، وتوفير الإقامة ل 16 حالة والحماية ل 15 أخرات. وتتوزع الإشعارات المتعلقة بحالة العنف ضد النساء والفتيات حسب بلاغ للوزارة إلى 661 حالة عنف. دوليا، أعلن رئيس مجلس النواب ليبيا عقيلة صالح أنه سيتلقى رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري بحضور مبعوث الأمم المتحدة عبد الله بثيلي الأزمة، مشيرا أن الأزمة في طريقها للحل. وفي هذا السياق لفت صالح إلى وجود اتفاق كبير بين رئاسة مجلس النواب وبين رئاسة مجلس الدولة المتمثلة في خالد المشري. نهاية الموجز الأخباري، قدمته لكم سوار بن حميدة. لأكثر تفاصيل زوروا الصفحة الرسمية الحياة فام على الفيسبوك.